بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد إخواني الكرام، فدرسنا اليوم وهو عن سبب رفرفة النحل أجنحته أمام باب الخلية. للمشاهدة بالتفصيل ابقوا معنا بعد هذا الفاصل الإشهاري. هل تريد أن تكون مربي نحل وليس لديك أي فكرة؟ ليس هناك مشكل، قناة النحلة فيها كل الدروس عن عالم النحل. من يهمه الأمر يشترك بالقناة ويفعل خاصية الجرس والإعجاب بالفيديو. قناة النحلة في خدمتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هناك بعض الإخوة سألوني عن سبب رفرفة النحل أجنحته أمام باب الخلية، فعند بحثي عن هذه الظاهرة وجدت هناك من يقول بأن النحل يقوم برفرفة أجنحته أمام باب الخلية، وذلك استعدادا لدخول ملكة بعد تلقيحها. ولكن هذه الظاهرة خاطئة، لأن النحل عندما يشعر بأن الملكة خرجت إلى التلقيح يقوم بالتجمع أمام باب الخلية، وعندما ترجع الملكة بعد تلقيحها يقوم بالتجمع عليها مباشرة وإدخالها إلى داخل الخلية. وأيضا هناك من يقول بأن النحل يقوم برفرفة أجنحته أمام باب الخلية، وذلك استعدادا لخروج الطرد. ولكن هذه الظاهرة ليست كما تشاهدون، فعندما يشعر النحل بخروج الطرد يقوم برفرفة أجنحته، ولكن بطنه يكون متجه إلى داخل الخلية ورأسه متجه إلى خارج الخلية بعكس هذه الظاهرة. فإذا وجدت النحل يقوم برفرفة أجنحته وبطنه متجه إلى خارج الخلية ورأسه متجه إلى باب الخلية، فهذا يعني بأن النحل يقوم بتنظيف الخلية. فعندما قمت بالبحث عن هذه الظاهرة وجدت النحل بأنه يقوم هنا برفرفة أجنحته، وذلك لترطيب أرضية الخلية وأيضا ترطيب الأوساخ ونزعها بواسطة أرجله الوسطى، ويكون متراصفا نحلة وراء نحلة، وهذا لكي يقوم النحل بتحريك أجنحته لتحريك الأوساخ من نحلة إلى نحلة أخرى حتى خارج الخلية. كما تشاهدون إخواني الكرام، فهنا النحلة تقوم برفرفة أجنحتها ونزع الأوساخ بأرجلها الوسطى كما تشاهدون. وهناك نحلة تقوم بتنظيف الأوساخ التي نزعتها النحلة الأخرى. إلى هنا إخواني الكرام انتهينا من الشرح، ومن لديه سؤال يكتب في التعليق. وشكرا لكم على المتابعة، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.